أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء Oh!